طالب، يا طالب ألو. تفضل. نعم مايا، حياك الله تفضل. ألو طالب تفضل حبيبي تفضل. مولاي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولاي عندي أنا مود الورث، زوجتي توفت بسبب عملية. إي الدكتور قطعنا فصل. بني قطعنا فصل، فأمها وأبوها ميتين، إخوانها دعونا بالفصل. عندها الزوج عندها أولاد؟ عندها أولاد 2 وبنات 6. إخوانها طالبوا بالفصل. إخوان زوجتي هي من غير عشيرة وأنا من غير عشيرة. بني إي فأنا من طالب الفصل الدكتور، وقال لو إحنا قلنا لو لا وبناتها، فهم إخوانها 4 إجوا وقالوا لا إحنا نحصها بالفصل. الدكتور كان مقصر يعني بالعملية؟ مقصر كان الدكتور؟ الدكتور اي صار عنده تقصير في العملية، صار عنده تقصير وتوفت يعني مضاعفات العملية. الله يرحمها ان شاء الله. الله يرحمها يا طالب، والله يبارك فيك، وان شاء الله انا بين المسألة. حياك الله. طالب يقول زوجتي توفيت والدكتور اعطانا دية، يقول بالعملية، عملية جراحية، زوجتي توفت بتقصير من الدكتور، واخذنا احنا حسب تعبيره يقول اخذنا فصل يعني دية، وهذه الدية وهي تدخل في الإرث يعني في التركة، فيرثون الدية ورثتها زوجها أولادها وبناتها وأمها وأبوها. إذا ما عندها أم وأبو فقط زوجها وأولادها يأخذون الدية، أما الخوال يعني أخوانها ما لهم حق درهم واحد، ما لهم حق أبدا، سواء من العشيرة أو من غير عشيرة، لا الأخوان ولا الأخوال ولا الأعمام يشتركون مع الأولاد في دية المتوفاة، فلا يحق لهم أن يأخذوا شيئا منها. متصل آخر. نعم مسلم، مسلم قطع اتصاله؟ لا لا موجود. تفضل. عيون سيدنا. تفضل عيني مسلم حبيبي. الو شنو مسلم ولا واحدة اخرى؟ يلا تكلمي يا اختي، تكلمي تكلمي. العفو سيد، هذا ابني عنده مبلغ. نعم اي انا والدته. حياك الله. اي تكلمي يا مسلم تكلمي. سيد عنده مبلغ جماعته يداينون من عنده. بني قل له اشتغل بيهن، ما ادري هو يشتغل من يشتغل ما ندري احنا. ماني اي بس من يشتغل بيهن يعطيه مثلا 50-25 كرامية. يعطونه 25,000 بالشهر؟ لا مو بالشهر، كل ما ياخذ منه كل مدة يعطيه مثلا 25-50، يقول له هاي هدية من عندي. مسلم يسمع السؤال الجواب، اذا بينت الجواب يسمعه مسلم. اي يسمع. مشكورة يا أم مسلم، إن شاء الله أنا بين الجواب، خلي انتبه إلى جوابي. زين مسلم يقول عندي مبلغ من المال وجماعتي يطلبون من عندي قرضة ويطوني عليها 25 و20 و50. أخي هذا شنو هذا؟ يأخذون قرضة ويطوك فلوس يعني شنو؟ يعني ربا، فما يجوز يا حبيبي. أم مسلم تكلمت وياي ومسلم يسمعني. شوف مسلم حبيبي، إذا تتخلص من الحرام شو تسوي؟ أي واحد يريد من عندك قرضة قل أنا ما أقرضكم، أنا ما أقرضكم، أنا أبيع لكم الفلوس، تسوي فلوسك دولار أو تسوي فلوسك مثلا عملة دولار يورو ما أدري شو اسمي، أي عملة أخرى سويها، قل أنا أبيع لكم هاي العملة، مثلا أنا أبيع لكم 1000 دولار، أبيع لكم إياها لمدة شهر، الآن 1000 دولار مثلا 1,470,000، أنا أبيع لكم إياه 1,600,000 فتربح عليها 130. هذه تجارة، تجارة بالمال ما في إشكال. أما تعطيهم والله قرضة حسنة ويعطوك فلوس عليها هذا ربا حبيبي، ابتعد عن الربا، فإن الشيطان ماذا؟ قد يغري الإنسان ويدخل إلى بطنك وبطن أهلك الحرام، فاتق الله. متصل آخر. أم جعفر تفضلي، اليوم حلقتنا مع النساء فقط، تفضلي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدة أريد أسألك. نعم. إيه أنا زوجي يعني صار له 18 سنة يعني مثلا مخطوف يعني ما نعرف بي وين ما وين. زين. إيه فأنا يعني عندي كانوا أطفال وما لزمت عدة ولا سويت شيء وشتمة. فأريد أسأل يعني هسه كبروا بسلامة وأريد ألزم عدة فأريد أسأل يعني مثلا يصير هسه ألزمها وشلون؟ أنت أم جعفر متى صار عندك علم أن زوجك ميت؟ أنا بالبداية ما كنت ألزم يعني قلوا لي بلكت موجود وبلكت بس هسه قمت يعني أسمع أنه صار ليوم أنه على أساس انكتب ما موجود هي بهاليومين هاي بهاليومين صار عندك يأس من عنده بهاليومين؟ إيه لأن قبل يقولوا لي صح يقولوا لي قبل يعني إنه يعني متوفي وساعة يقولوا لي لا بلكت مسجون وهاي بس أنا هسه يعني قلت هي صارت 18 سنة ولازم ألزم يعني هذا هم حرام علي أنا مشكورة أم جعفر اسمعي للجواب اللي راح أجاوبك عليه اسمعي جيدا أم جعفر تقول زوجي منذ 18 سنة أو 18 سنة مخطوف ولا ندري عنه شيئا والآن قبل يومين صار عندي يأس أنه زوجي على قيد الحياة تقول بعد أني يأست من عنده وما معتد عدة الوفاة أختي عدة الوفاة وفاة المرأة اللي يموت زوجها اللي يسموها الحدة هاي الحدة والعدة عدة الوفاة لما الإنسان يعلم بأن زوجه توفى أو ييأس من حياته إذا يأست من حياته وصار عندك قطع يعني تحلفين والله زوجي ميت خلص من الآن يعني من يوم اللي أنت يأستي من وجود زوجك أنت في عدة أنت بعد في عدة مو العدة والله أنا شو وقت أقرر أسوي عدة لا أنت في عدة يوم اللي أنت علمتي أن زوجك ميت فأنت في عدة أنت في حدة تلبسين أسود ما تتمكيجين ما تصبغين شعرك ما تتزينين إلى 4 أشهر 10 أيام فالعدة عدة المرأة اللي متوفي زوجها تبدأ العدة لما المرأة تعلم أن زوجها توفى العدة ما ترتبط بقرار المرأة تقول والله أنا أقرر بعد شهرين أخذ عدة أو أخلص شغلي كذا مو بيدك يعني هي القضية حسب تعبيرنا قهرية قضية مفروضة عليك أنت في عدتك ما دمتي علمتي بموت زوجك فالآن أنت في العدة لبسي أسود وشنو وما تتمكجين وما تتعطرين وما كذا لأنه أنت في عدة صار واضح؟ جيد.